السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين قناة نفيد ونستفيد. محمود وادي يحييكم دائما ومن جديد. أكيد الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسولنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. يتجدد اليوم لقائي بكم عبر هذه القناة أكيد، ومواضيعنا الدائمة التي نركز بها على التربية السليمة والمشاكل التي تواجهنا في هذه التربية. واليوم الموضوع من ضمن المشاكل التي تواجه أكثر المربين، وهو لا قدر الله انكسار القدم أو سقوط الطائر على قدمه لدى بعض المربين. كيف نقوم بعلاج هذا الكسر والتعامل معه بإذن الله؟ أولا يا إخواني، في حالة سقوط الطائر أو وقوف الطائر على مجسم والتواء قدمه في الحديد أو مسح قدمه في الحديد أو ما شابه، ومن خلال الآتي: أولا يا إخواني، عليك أن تحضر دقيق وبعض خصل الشعر. يعني أنا بدي أقول لك، ممكن يا إخواني تجيب خيط من، يعني ممكن لحظة، هذا يا إخواني ها هو الحبل الخاص بالكناري الذي يلف الكناري، ها هو. اولا يا اخواني نقوم بجبل الدقيق بالماء، يعني نقوم بخلط الدقيق مع الماء كما تعد عجينة عادية، ما في مشكلة. من ثم يا اخواني تمسك طائرك بهدوء وتضع العجين على القدم التي بها الالم او التي حصل معها المشكلة، تلفه جيدا بالعجين، ومن ثم يا اخواني هذا الحبل تلفه على القدم جيدا ليمسك العجين ضبط قوي، ولا تلتف حول العجين على الساق، لأن كما تعلمون ساق الطائر رفيع ولا يحتاج كثيرا من العجين ولا يحتاج قوة في الربط، يعني تتعامل معه بسلاسة. من ثم يا إخواني بعد ذلك، يعني مش من الضروري يعني يوم يومين أقول لك يعني بعد أسبوع أنك تروح تفكها أو ما شابه. هذه العجينة يا إخواني تركها على القدم يوم على يوم، عندما ترى طائرك بأنه ابتدأ بالوقوف جيدا على هذه القدم إن شاء الله، والتعامل على طبيعته والألم أصبح معدوم، تقوم مباشرة بفكها. يعني عند الملاحظة بأن الطائر قد تحسن، لك حرية أن تقوم بفكها وغسل القدم جيدا، ومن ثم إن شاء الله يكون طائرك في أفضل حال. إذن يا إخواني الطريقة سهلة وموجودة لدى الجميع، إمكانياتها متوفرة، يعني ما في أي مشاكل بإذن الله. وأكيد من لديه سؤال استفسار عن هذا الموضوع، أنتظر جميع تعليقاتكم اليوم أسفل الفيديو للتوضيح بشكل أكثر. لكم أكيد فائق الاحترام والتقدير، والطرق التواصل تعلمونها جيدا، رابطنا الخاص بالواتساب على رقمنا الخاص بالواتساب في صندوق الوصف للتواصل بشكل مباشر، وأيضا رابط صفحتنا عبر الفيسبوك قناة نفيد ونستفيد لتلقي جميع رسائلكم، وأيضا مدونة نفيد ونستفيد على جوجل النظرية.